لا تزال حظوظ نجاح اتفاق السويد غير مؤكدة بعد مرور أكثر من شهر على توقيعه، فيما يبدو أن تغيير قائد فريق المراقبة الأممي سيعقد الوضع أكثر مما كان. أهلا بكم إلى فضاء حر. تأتي الأنباء عن استقالة باتريك كاميرت بعد خلافه مع جماعة الحوثي حول آلية تنفيذ الاتفاق التي يريدها الحوثيون أن تمضي وفق تفسيرهم. هذا التطور يطرح مزيدا من التشكيك إزاء تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ. تشير هذه الاستقالة إن صحت بشكل واضح إلى رفض جماعة الحوثي تنفيذ الاتفاق إلا بالطريقة التي تناسبها، ذلك ما دفع السلطة الشرعية لمطالبة المبعوث الأممي بإحاطة المجتمع الدولي بالعراقيل التي تضعها الجماعة واتخاذ ما يلزم، لأن فشل الاتفاق سيعني فشل كل جهود الحل السياسي، كما أوضح الرئيس هادي في لقائه بجريفيث وكاميرت في الرياض. يعاني الاتفاق إذن من مخاطر الفشل، فيما يبدو أن الفرصة المتوفرة ستكون في إجبار الحكومة على المضي خلف التنفيذ المنقوص الذي تريده جماعة الحوثي. فهل هذا هو ما يريده المجتمع الدولي من وراء تغيير قائد الفريق الأممي بدلا من الضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاق؟ ما هي حظوظ نجاح اتفاق الحديدة؟ وكيف سينقذ المجتمع الدولي هذا الاتفاق من الانهيار؟ للنقاش سيكون معنا من بريطانيا الكاتب محمد النعماني، ومن عدن الناشط الحقوقي طارق سرور. أرحب بكما إذا ضيفي الكريمين، أطرح عليكما السؤال المشترك وأبدأ معك سيد النعماني. بما أننا نتحدث عن مؤشرات لفشل اتفاق الحديدة، برأيك ما هي أبرز الأسباب التي ترجح هذا الاحتمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك وأحيي ضيفك من عدن، عدن الغالية الأخ طارق. والحقيقة أن أسباب فشل اتفاقية السويد بما يتعلق بتبادل الأسرى أو بوقف العمليات القتالية أو بفتح الممرات أمام حركة التجارة والبضائع إلى المحافظات الأخرى يعود إلى سوء فهم ما تم الاتفاق عليه في السويد بضمانات الأمم المتحدة والسفير الإماراتي والسعودي، وإضافة لذلك إلى تدخلات مراقب الأممي في الحديدة في تنفيذ آلية ما تم الاتفاق عليه. وقد كانت تصريحات وإيضاحات الأخ المبعوث الأممي واضحة بأن مهمات رئيس اللجنة الأممية لمراقبة اتفاق تنفيذ اتفاق السويد واضحة، وليس من حقه التدخل في آلية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. ويبدو أن هناك أطراف أقولها سعودية إماراتية كانت تريد أن تحسم العملية القتالية في منطقة الحديدة بسقوط الحديدة وسقوط ميناء الحديدة وتسليم منطقة الحديدة للقوات التي نزلت في منطقة المقاء وهي من القوات الإماراتية السعودية. نص الاتفاق في السويد على تسليم سلطات مدينة الحديدة إلى سلطات الأمر الواقع الذي هي موجودة على الأرض واللي هي تسمى بالسلطات المحلية. أمام ذلك حصلت حركة رد ورد فعل. كانوا الأخوة بما يسمى بحكومة الشرعية يطرحون بأنه يجب أن تسلم منطقة الحديدة إلى السلطات المحلية ما قبل 1913، أي قبل ثورة الشباب، ثورة التغيير في اليمن. وفي الوقت نفسه طرح الحوثيين أنه لابد أن تسلم أيضا سلطات رئاسة الوزراء إلى حكومات خالد بحاح. ويبدو أن المشاورات الحالية اليوم ما بين السعودية والإمارات والمبعوث الأممي قد تتوصل إلى نتائج إيجابية تتعلق
البذل بتنفيذ آلية ما تم الاتفاق عليه، طيب وخاصة يعني إذن المشكلة كانت الإنساني. بشكل بارز في التفاصيل واتفاق الأطراف عليها. دعني أسأل ذات السؤال لضيفي الآخر من عدن سيد طارق، إذن نحن نتحدث عن مؤشرات فشل لاتفاق الحديدة، برأيك ما هي أبرز الأسباب التي ترجح هذا الاحتمال؟ بسم الله، مرحبا، التحية لك ولضيفك الكريم ولكافة مشاهدين القناة. واضح بأن المؤشرات صارت قوية على فشل اتفاق السويد واتفاق ستوكهولم. الأسباب الرئيسية أتفق في أولها أو أحدها مع الضيف مع ضيفك، وهو عدم وضوح الاتفاقيات وعدم الشفافية فيها، مما أدى إلى كل طرف يفسرها لمصلحته. الأسباب الأهم هي تعنت هذه الميليشيات في تنفيذ هذا الاتفاق أو أي اتفاقات سابقة. واضح بأن هذه الميليشيات كانت تريد أن تستغفل العالم بمحاولة تضليل الرأي العام المحلي والعالمي بتنفيذها وتجاوبها مع اتفاق ستوكهولم، ولكن بما تريد. كانت واضح، كانت هناك تمثيلية واضحة، تمثيلية هزلية في تسليم الميناء الحديدة من الميليشيات بالزي الشعبي إلى الميليشيات بالزي الرسمي أو زي خفر السواحل. كان يراد لها أن تغطى وتشرعن بوجود كاميرت وبغطاء الأمم المتحدة، لكن للأسف الشديد أو لكن كانت هذه مسرحية هزلية واضحة للجميع. من البداية هذه الميليشيات، من البداية كان الاتفاق لا يرضينا كشرعية، كأبناء محافظة الحديدة كان يعتبره بأنه اتفاق يعني ظالم لأبناء محافظة الحديدة، اتفاق يعطي الفرصة أكثر لهذه الميليشيات. لكن كان حرص الحكومة الشرعية على أهمية الجانب الإنساني ونجاح اتفاق تبادل الأسرى، ضغطت بشكل كبير على المفاوضين للاتفاق بهذا الاتفاق، وعلى مضض قبلنا هذا الاتفاق. ولكن للأسف الشديد حاولت هذه الميليشيات أن تتذاكى على العالم بأجمله، وهي من تعنثت وعرقلت هذا الاتفاق، بداية من عدم السماح للمرور بالقوافل الإنسانية والمساعدات الإنسانية من كيلو 16، ومحاولة اعتدائها على آليات. طيب يعني أن تحمل الحوثيين مسؤولية في هذا الإفشال أستاذ طارق. هذا دعني أنقل هذه النقطة إلى ضيف الآخر أستاذ محمد. يعني كان واضحا أستاذ طارق فيما يتعلق حيثيات الأسباب. نعم، كان واضح ان الاستاذ طارق في تتمثل في منعها ل تفضل استاذ طارق. اقول الحيثيات كانت واضحه جدا بان الميليشيات هي المسؤوله عن عرقله هذا تنفيذ هذا طيب. الاتفاق. طيب دعني انقل هذه النقطه كما هي الى ضيف الاخر استاذ محمد النعماني سيد طارق سرور. يقول الميليشيات كان واضحا انها قامت بتمثيليه، نقلت يعني سلمت الميناء إلى قوات تتبع لها في نهاية المطاف. المجتمع الدولي يجب ألا يقتنع بمثل هكذا أمر، وهذا الأمر لن تقبل به الحكومة الشرعية. كيف ترى المسألة أنت؟ يا سيدي، يجب أن نعترف بأن المجتمع الدولي يعترف بسلطات الأمر الواقع الذي هي تسيطر على الأرض وتفرض نفسها على الأرض، وهي اللي قادرة على توفير غطاءات متعددة من أجل تنفيذ سلطاتها وتنفيذ أهدافها على الأرض. أما الذين يريدون تسليم منطقة الحديدة وهم في فنادق الرياض أو في محافظات أخرى، عليهم أن يدركوا جيداً أن اليمنيين قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم دون الاعتماد على الآخرين. أنا أتمنى أن نذهب كيمنيين لتنفيذ الملف الإنساني، التوجه نحو السلام. أنا على يقين أن الأطراف اليمنية إذا جلست على طاولة حوار دون
ومشاركة الأطراف الإقليمية. أعتقد أن اليمنيين مثل ما توصلوا في مؤتمر الحوار الوطني إلى آلية تنفيذ العديد من القرارات، هم قادرين للوصول على تسوية سياسية شاملة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كلنا ندرك وكلنا نعلم بأن هناك العديد من المبادرات القبلية، مؤسسات المجتمع المدني، منظمات حقوق مدنية حق إنسان نجحت، لكنها اصطدمت بعراقيل إماراتية سعودية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. اليوم أعتقد أن يعني الحوثيين أستاذ محمد، سيد النعماني، الحوثيون ليس لهم أي دور في إفشال الاتفاق كما ترى. الحوثيين يا سيدي وفق معلومات وفق اتصالات وفق أشياء كبيرة جدا، أشياء كثيرة جدا تحصلنا عليها، بأنه قدموا العديد من التنازلات وذهبوا إلى تسوية أبعد من ذلك، بأننا نحن سننسحب من هذه المحافظة مقابل تسليم هذه المحافظات إلى سلطة الأمر الواقع. والأمور أمامك واضحة، بأن من يدير محافظة الحديدة ليس الحوثيين وإنما أبناء الحديدة أنفسهم، وشاهدنا المحافظ طيب دعني أنقل هذه النقطة بالتحديد، من يدير محافظة الحديدة أبناء الحديدة أنفسهم؟ أستاذ طارق، كيف تعقب؟ كلام غير صحيح. أولا أعقب على الضيف بأن من المجتمع الدولي الذي هو الآن يدينه هو من أنقذ هذه الميليشيات من الخروج من مدينة الحديدة، أبناء الحديدة وأبناء المقاومة التهامية بالإضافة إلى قوات العمالقة كانوا على مشارف المدينة، بل كانوا داخل المدينة، كانوا على بعد 2 كيلومتر من ميناء الحديدة بطلب من هذه الميليشيات من المجتمع الدولي، من بريطانيا وغيرها، حاولت التدخل لإنقاذهم وإعادة ترتيب صفوفهم مرة أخرى. هذا للتوضيح، وأؤكد بأن أبناء الحديدة وأبناء مقاومة الشرفاء ما زالوا مرابطين في مواقعهم وقادرين على أن يحرروا المدينة في بضعة أيام إذا لم يتدخل المجتمع الدولي. لكن سيد سرور، يعني ألا تستطيع، يعني هل نعم. تستطيع إنكار أن الوضع الإنساني كان كارثياً إبان دخول أو أثناء المعارك التي قام بها التحالف في حدود الحديدة، وكانت هناك أزمة إنسانية ستتفاقم إلى حد كارثي إذا ما استمرت هذه المعارك، والمجتمع الدولي تدخل من أجل الحالة الإنسانية والوضع الإنساني في اليمن؟ أخي الكريم، الوضع الإنساني كارثيا بالحديدة منذ انقلاب هذه الميليشيات على السلطة الشرعية ومنذ وصولها إلى الحديدة في نهاية 2014، والوضع في الحديدة وضع إنساني سيء ومؤلم جدا. هذه الميليشيات منذ دخولها الحديدة حاولت تغيير الوضع المدني والسلمي المميز لهذه المدينة وهذه المحافظة بالاعتقالات التعسفية للشباب وللناشطين، بإغلاق مقرات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بتفجير منازل المعارضين لها، بالإشراف على المكاتب التنفيذية، بالسيطرة على الميناء وموارد المحافظة، بتدمير ما تبقى من مؤسسة الكهرباء بهدف إنعاش الكهرباء التجارية التي يسيطر عليها المقربين من الجماعة. بالتالي أبناء الحديدة منذ 2014 وهم يعانون أوضاعا إنسانية كارثية بسبب مجيء وصول هذه الميليشية. كان الوضع الإنساني فعلا سيء جدا، ولكن كان ممكن أن ينتهي في بضعة أيام إذا ما انتهت قوات المقاومة من الدخول إلى المدينة والسيطرة عليها. الوضع الآن أكثر سوءا، والمدنيين هناك هم أكثر المتضررين من هذه الهدنة، حيث بأن منذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على أنه من 18 ديسمبر تكون هناك هدنة، لم تلتزم هذه الميليشيات بأي هدنة، بل عملت على ترتيب أوضاعها وعلى التحشيد الكبير والمركز على
مدينة الحديدة أو بقية المديريات على القصف اليومي بشكل مستمر على مديرية التحيدة، مديرية الدريهمي، مديرية حيس. هناك ضحايا مدنيين. طيب اذا ليس هناك يعني صحيح هناك هدنه، لكن ليس هناك التزام كبير بهذه الهدنه كما تقول سيد سرور. دعني انقل الامر كما تفضلت به الى السيد النعماني، ويعني اسالك ايضا سيد محمد، يعني في الاتفاق هناك النص يقول ان تسلم المدينة إلى أن يسلم الميناء، أن تسلم المدينة لقوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني، هذا بالنص جاء في الاتفاق. كيف تتوقع إذن بناء على أن الحكومة معترف بها دوليا ومنتخبة محليا من الشعب، كيف تتوقع أن تقبل الحكومة والمجتمع الدولي بخطوة تسليم الميناء لقوات تتبع الحوثيين في نهاية المطاف، وإن قالوا أنها بشكل أو بآخر محلية؟ يا سيدي، إذا كانت الحكومة ورئيس الدولة بما يسمى بالشرعية لا يستطيع أن ينزل بطائرتي في مطار عدن الدولي، كيف يستطيع أن يدير منطقة الحديدة؟ نحن اليوم أمام إشكالية. الأخ طارق قال أنهم يستطيعوا خلال 3 أيام أن يسيطروا، أن يدخلوا إلى مدينة الحديدة. طيب لكن ما دخل هذا بالاتفاق؟ نحن نتحدث الآن عن الاتفاق. نحن نتحدث الآن عن اتفاق، لا نتحدث عن إمكانية عودة هذه إلى الحديدة الآن. أيوة. لا تحمل بريطانيا أو أمريكا. يا أخي، إذا كان أنت عندك قوة مقاومة تامية بهذه القوة، تحمل تخور وفرض أمر واقع زي ما فرضوا الحوثيين أنفسهم في منطقة الحديدة. الشيء الثاني، سلطات الأمر الواقع، سلطات الشرطة المحلية، الإدارة المحلية، هي السلطات المتواجدة اليوم على الأرض، سواء كانت من قوات الشرطة أو من قوات الجيش. هذه السلطات بمفهوم المتعارف عليه تسمى بسلطات الأمر الواقع، اللي هي موجودة داخل محافظة الحديدة. لكن الاتفاق سيد النعماني، الاتفاق يقول وفقا للقانون اليمني وليس وفقا لسلطة الأمر الواقع. طيب يا أخي، والقوات الموجودة داخل منطقة الحديدة من الحوثيين، أليس هم يمنيين ولا هم أبوا من كوكب آخر نزلوا من القمر؟ هذه السلطات الموجودة داخل منطقة الحديدة هي سلطات يمنية، والقانون اليمني ينظم العلاقات القائمة ما بين مؤسسة الدولة سواء كانت الأمنية أو المدنية، وعلاقتها بالسلطات المحلية. وقانون السلطة المحلية واضح ومتعدد الأبواب، متعدد اللوائح. وبالتالي باعتقادي أنه يعني أنه الجماعات، قوات الإنقاذ، جماعات اللجان الشعبية، الجيش اليمني، استطاعت أن تفرض نفسها أن تكون هي سلطات الأمر الواقع الموجودة في الحديدة. وهذا ما فشلت عنه المقاومة، وذهبت إلى معسكرات إلى محافظات الجنوب ومعسكرات عدن، وظلت هناك بعيدة عن ما يجري في مناطق الحديدة. أتمنى أنا من الأخ طارق أن يذهب، أن يفتح باب من الحوار. أفتحوا أنتم كمقاومة تهامية دور الأطراف الآخر حوارات من أجل إنساء السلام وتحقيق السلم الاجتماعي في محافظات الحديدة. هناك 25 مليون مواطن في الحديدة يتعرضون يوميا للقصف، للمجاعة، للفقر، لانتشار الأمراض يعني الكوليرا، المراريا. يجب أن نطرح في البداية الوضع الإنساني الموجود في الحديدة، ونعمل على حل هذه الإشكالية الموجودة من خلال إيصال المساعدات، توفير المواد الغذائية وأشياء أخرى. لا نفكر بأننا بالسلاح يعني يمكن أن نحقق كل شيء. طيب يعني هو يجب الإشارة إلى أن يعني عدد سكان اليمن هو تقريبا بحدود 28 مليون أو 27 مليون، عدد سكان الحديدة أقل من ذلك بكثير بطبيعة الحال. لكن مليون. نتحدث الآن، يعني أستاذ النعماني، أنت تحدثت عن القانون اليمني. القانون اليمني يعني يفيد بأن السلطة الموجودة في الحديدة هي سلطة انقلاب في نهاية المطاف. وإذا ما افترضنا جدلا أن ما يحدث منطقي، لماذا إذن يطلق الحوثيون النار على موكب كامرت في الحديدة؟ والله اللي أطلق النار يا أخي هي الشرعية وليس الحوثيين. الحوثيين يقولوا من أطلق النار ليس القوات الحوثية، اللي أطلق النار هي قوات ما يسمى بالشرعية والتحالف، والآخر
المراقب الأممي قال في إيضاحاته في علاقته في تصريحاته بأن من أطلق النار عليه ليس الحوثيين وإنما قوات التحالف. كيف ما برأيك؟ يعني هل ترى سيد سرور أن التحالف هو من أطلق النيران على كاميرت؟ التحالف يريد الكريم كاميرت واضح إطلاق النار كان من المناطق التي تسيطر، إطلاق النار على موكب كاميرت كان من المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات، وكان بيان الأمم المتحدة بيان حصيف بحيث عبر بأنه لا يعرف مصدر هذه النيران، لكن تصرفات كاميرت بعد هذا الحادث كانت واضحة وتؤكد بأنه يعرف من أين أطلقت هذه من أين أطلق عليه النار، بالتالي قدم استقالته لأنه تعارض مع غريفة، طلب منه غريفة أن لا يوضح أو لا يذكر أين مصدر الإطلاق الناري. أعود لضيفك الكريم الذي ذكر بأنه يجب أن تسلم إلى سلطات الأمر الواقع، إذا كان هذا الأمر إذن لماذا اتفاقات السويد ولماذا اتفاقات ستوكهولم ولماذا شغلوا حالنا وربشوا أمورنا وتوقفوا هدنا ونحن سنعيد ونسلمها لسلطات الأمر الواقع أو الميليشيات؟ ما هي الآن الذي مسيطر عليها يعني؟ لكن أستاذ طارق يعني ألا تسمع الدولي ونسلم بأن ألا تسمع الآن أن هناك تغيير ل قائد يعني لرئيس لجنة إعادة الانتشار كاميرت بضابط جديد؟ هناك ضغط حوثي يبدو أنه نجح في صياغة هذا التغيير، وهذا يعني أو يفهم منه على الأقل أن الاتفاق يمضي باتجاه تنفيذه وفقا لتفسير الحوثيين له، أليس كذلك؟ أخي الكريم نعم، تغيير المراقب الانتشار بموجب قرار الأمم المتحدة وبموجب قرار 2451 كاميرت واضح بأنه هذا الرجل عرف بأن هذه ميليشيات لا تقبل الحوار، هي من أطلقت النار عليه، هي من حاولت أن تمثل عليه بالمسرحية الهزلية وتضعه في موقف حرج، هي من رفضت أن تلتقي مع وفد الشرعية في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، هي من رفضت تقديم خطتها لتأمين مناطق الحديدة أو للخروج من ميناء الحديدة وميناء الصليف وميناء رأس عيسى، وهذه أول بنود الاتفاق، بالتالي عرف الرجل بأنه لا جدوى للحوار مع هذه الميليشيات، واختلف مع مارتن غريفيث الذي يحاول أن يدلل هذه الميليشيات أو يحاول أن يصنع له نجاح شخصي أو يحاول أن يمرر أجندة بريطانية لدعم هذه الميليشيات للأسف، والآن يحاولوا أن يأتوا بمراقب جديد. أؤكد على بأن عدد سكان الحديدة هم 4 مليون نسمة، وكما ذكر بأنه يجب أن نهتم بالجانب الإنساني، أخي الجانب الإنساني أنتم من دمرتوه من أول يوم سيطرتم على هذه المدينة، أنتم من سيطرتوا على المساعدات الإنسانية الأممية سواء تبع البرنامج الغذاء العالمي أو المنظمات المختلفة أو حتى حق الصليب الأحمر، أنتم من أنشأتم الوحدة التنفيذية وهي التي تشرف على كل المساعدات وكل وعلى كل عمل منظمات المجتمع المدني. أستاذ النعماني أراك يعني أراك أستاذ النعماني وإلى المجهود الحربي تريد التعقيب. هو يقول أنتم يا أخي أنا ما ليش علاقة، أنا من الحراك الجنوبي، وطالما وأنت تقول إن أنت على مدى 3 كيلومتر من الحديدة يعني قد تكونوا أنتم أصحاب المقاومة التهامية من تطلق النار على المراقب لعرقلة أي مساعي للوصول إلى السلام في مدينة الحديدة. أنت تقول لي الآن يا طارق أنك أخي واضح 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 من أين تم إطلاق النار يعني من مناطق سيطرة الميليشيات على من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. أدخل الحديدة إذا أنت كمقاومة تهامية قادر أن أوقفنا المجتمع الدولي أو أوقفنا المجتمع الدولي بطلب من هذه الميليشيات. بإذن الله بإذن الله تعالى سندخل بإذن الله تعالى سندخل، وأؤكد بأن المقاومة التهامية وقوات العمالقة قادرين على الدخول إلى مدينة الحديدة. طيب دعونا ننتقل دعونا ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا الحوار حتى لا نحتد كثيرا في سياقه. يعني كانت أستاذ النعماني كان هناك استجابة للأمم المتحدة ربما في سياق أستاذ النعماني
أستاذ النعماني، كان هناك ربما استجابة يعني من الأمم المتحدة لما يبدو أنه ضغط من الحوثيين لتغيير كاميرت، لكن هذا لا يعني أن المجتمع الدولي قطع وعدا لجماعة الحوثيين بتنفيذ الاتفاق وفقا لتفسيرهم. في نهاية المطاف الأمم المتحدة لديها مبعوث، هناك نصوص واضحة سيتم تنفيذ الاتفاق وفقا لها. أنا أؤكد لك بأنه سيتم تنفيذ اتفاقية السويد بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى اليمن، وأعتقد أن السلام في اليمن قادم وعلينا أن نتفائل. نتفائل بأن اليمنيين قادرين على حل مشاكلهم بالجلوس على طاولة حوار دون التدخل الطرف الإقليمي في ذلك، وعلى الأخوة في القوات التهامية أن يستفيدوا من تجربة الحراك الجنوبي في جنوب اليمن، وأن لا يكرروا أخطاءنا في مدينة الحديدة. طيب هذا الكلام ألا يمكن أن ينقل للحوثيين؟ يعني أنت الآن تطرح أو ترى في الحوثيين سلطة أمر واقع، ألا يمكن أن تنقل مسألة التجربة السلمية للحوثيين بدل ما أن يثقوا بالسلاح؟ الحوثيين هو مكون يمني في نهاية الأمر، يجب كلنا أن نمد أيدينا لبعضنا البعض وندعو إلى السلام، وندعو إلى مؤتمر لكل الأطراف اليمنية المعنية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تؤدي إلى إيقاف العدوان وطرد الاحتلال من جنوب اليمن. اليوم عندنا قوات محتلة في جنوب اليمن وعندنا عدوان، وعلينا أن نتكافى جميعا من أجل تحقيق ذلك، لأن الحرب لن يؤدي إلا لتدمير اليمن وقتل الآلاف والمئات من أبناء شعبنا في اليمن. طيب الآن أنقل هذه النقطة ويعني أنقل هذا المغزى إن صح التعبير. الحرب يعني في نهاية المطاف يقول كثيرون أنها بالفعل لن تفيد أحدا في نهاية المطاف، ومن يسقط في الأراضي اليمنية هم يمنيون ودماء يمنية، لكن من افتعل الحرب هذه؟ هنا نقطة الخلاف. أستاذ طارق، يعني البعض يقول أن المجتمع الدولي كان هو السبب في الوصول إلى اتفاق الحديدة إلى هذه النقطة بسبب عدم وضوح بنود الاتفاق، وأيضا انتهاء بعدم الضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاق كما ينص. برأيك هل يمكن التعويل في نهاية المطاف على المساعي الدولية، مساعي المجتمع الدولي، بريطانيا، أمريكا، الأمم المتحدة إلى آخره، في تنفيذ اتفاق الحديدة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشكل عام؟ أخي الكريم، الآن المجتمع الدولي والأمم المتحدة على المحك في أما أن تثبت مصداقيتها وتحترم قراراتها وتعمل على تنفيذ قراراتها التي أصدرتها بإجماع، وفي مقدمتها القرار 2216 والقرار الأخير 2451 و2452، وإلا ستفقد مصداقيتها وإلى النهاية. واضح بأن الكل تجاوب مع المجتمع الدولي، والكل وقع على هذه الاتفاقات، والكل كان يراعي الجانب الإنساني، ولكن للأسف الشديد واضح بأن تعنت هذه الميليشيات ومحاولة مراوغتها ومحاولة انقلابها على هذه الاتفاقيات وتفسيرها بما لمصلحتها، كل هذا من عرقل تنفيذ هذا الاتفاق. حتى اتفاق الأسرى الذي كان على المفروض أن ينفذ لم ينفذ وعرقل من قبل الميليشيات، وهي تنكر أو تنفي اعتقال أسر، اعتقال الناشط محمد قحطان، اعتقال المناضل محمد قحطان، اعتقال فيصل رجب، اعتقال منصور هادي، الذي العالم كله يعرف بأنهم معتقلين من قبل هذه الميليشيات من 2014، ونص عليها القرار 2216، إلا أن هذه الميليشيات وبكل بجاحة وبكل استخفاف بالمجتمع الدولي إلى الآن تنفي وجود هذه الشخصيات الوطنية لديها. من الذي يعرقل الحوار؟ كما ذكر الضيف بأنه يجب أن ننجح إلى الحوار، أن نذهب إلى الحوار، نقول من انقلب على مبادئ الحوار الوطني
وهو ما زال في بدايته، من بداية اعتقال أحمد بن دغر واعتقال رئيس الحكومة واعتقال عدد من الوزراء، ومن الذي حتى انقلب على اتفاق السلم والشراكة الذين كانوا هم صانعوه؟ واضح جدا من خلال مسيرة هذه الميليشيات بأنها لا تلتزم بأي اتفاق أو أي حوار، وهذه تجربة مرينا بها على المستوى اليمني، والآن بشهادة المجتمع الدولي وسيرى ويتأكد بأن هذه الجماعة لا تنقاد ولا تستجيب لأي حوار. فبالتالي على التحالف على قوات المقاومة أن تستكمل تحرير مدينة الحديدة وتعمل على إنقاذ أهالي مدينة الحديدة من العبث والقتل اليومي بدم بارد من قبل هذه الميليشيات. طيب، في هذا السياق أسألك سيد النعماني، الرئيس عبد الرب منصور هادي حذر بالأمس المبعوث الأممي من فشل الاتفاق، لأن الفشل سيعني عودة العمليات العسكرية، سيعني ضوءا أخضرا للتحالف والحكومة للاستمرار في العمليات العسكرية حتى إخراج الحوثيين من الحديدة وبقية المناطق التي يسيطر عليها، وما عاد هناك ضغط دولي يساعدهم كما يقول كثيرين. ما هي خيارات الحوثيين في هذا الصدد؟ والله يا أخي هذا سؤال توجه الحوثيين، ما هي خياراتهم يعني لأنه أنت تقول على وقف العمليات القتالية، متى توقفت العمليات القتالية؟ لا زالت العمليات القتالية مستمرة حتى يوم أول أمس، ضربوا صنعاء، ضربوا مناطق عديدة. اليوم المجتمع الدولي، العالم كله يتحرك من أجل إيقاف مجازر الإبادة الجماعية ضد السكان اليمنيين. اليوم هناك ملفات تفتح في محكمة الجنايات الدولية، اليوم هناك مجلس حقوق الإنسان لا زال اليوم يتحدث عن تقرير لجنة الخبراء الخاص بانتهاكات بجرائم الحرب في اليمن. لكنني حقيقة أشعر أن الأخ أو طارق سرور غير مقتنع بالكلام الذي يقوله، يعني لأنه الدبلوماسية البريطانية لن تسمح أن تفشل مهمة المبعوث الأممي في اليمن، وبالتالي تضغط بريطانيا من أجل إنجاح يعني مساعي المبعوث الأممي في اليمن من أجل تحقيق السلام. المجتمع الدولي اليوم بمختلف دعني في نقطة الحوثيين سيد النعماني، ما هي خياراتهم الآن في حال فشل اتفاق الحديدة؟ لأن يعني أنت تحدثت على أن الضرب لم يتوقف، لكن في الحقيقة كان هناك أمر عملياتي كما يقول التحالف بعدم، والحكومة الشرعية بطبيعة الحال بعدم الضرب على مناطق المشمولة بالاتفاق، إلى أن قام الحوثيون بالعملية التي تبنوها بالطائرة المسيرة واستهدفوا فيها قيادات للجيش اليمني في لحج، وكانت ما تتفضل به كان رد فعل كما تقول الكثير من المصادر. الآن ما هي خيارات الحوثيين في حال عادت العمليات العسكرية للحكومة الشرعية بدون غطاء دولي الآن هذه المرة؟ يا سيدي، ربما نحن خلال أسابيع قادمة أمام متغيرات جديدة، قواعد اشتباك جديدة، لأن الحوثيين هم الذين يدورون المفاوضات بواسطة المبعوث الأممي، ليس مع حكومة ما يسمى بالفنادق، وإنما تجرى مشاورات مباشرة مع الإمارات والسعودية حول التسوية السياسية الشاملة في اليمن. لأنه في محادثات السويد كان الحوثيين، كان الأخ محمد عبد السلام يجري حوارات مباشرة مع السفير السعودي والإماراتي في السويد من أجل الوصول إلى اتفاق سلام في اليمن. اليوم زيارة المبعوث الأممي إلى الرياض، وأتوقع أن يتوجه أيضا إلى أبوظبي من أجل إنجاح مساعي السلام في منطقة الحديدة. نحن على يقين أن السلام سيتحقق في اليمن، وأن الحرب ستتوقف، وأنه إرادة اليمنيين في تحقيق السلام، في إيقاف العدوان وطرد الاحتلال ستتحقق، وأن اليمن كما عرفت تاريخيا بأنها ستكون مقبرة اليمن. وعلينا من الآن الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة في اليمن، تتحمل الدولة مسؤوليتها في تعويض المواطنين على كل الأضرار التي لحقت فيهم، وأيضا ده التوجه للمجتمع الدولي إلى مجلس الأمن الدولي بأن تقدم السعودية والإمارات التعويضات المناسبة على الأضرار التي لحقت في اليمن من جراء العدوان الظالم
الذي شنته منذ مارس 2015 ضد اليمنيين، ضد أبناء شعبنا شمالا وجنوبا. طيب سيد سرور، سمعت ما تفضل به السيد النعماني والحديث عن أن هناك إرادة لتجاوز الحكومة الشرعية ووجود مفاوضات مباشرة مع الحوثيين، هذا ليس وليد اللحظة، لكن تحذير الرئيس هادي من فشل الاتفاق وعودة العمليات العسكرية يبدو ليس قويا، خاصة أن الحكومة في حقيقة الأمر ليست الطرف الوحيد الفاعل بالأصح في معركة الحديدة، هناك أطراف إقليمية قد تحاول الضغط على السلطة الشرعية كما فعلت وباعتراف مسؤولين في الشرعية في سياق القبول باتفاق السويد، ستضغط الآن للقبول بتنفيذ صوري لهذا الاتفاق، كيف يمكن أن تتعامل الشرعية مع خيار كهذا؟ أخي الكريم، أولا أذكر ضيفك الكريم عندما قال بأن الحرب لم تتوقف، أقول بأن الاتفاق كان مقتصر على محافظة الحديدة فقط، لا نخلط بالأوراق، حتى الوقف الحرب على تعز لم يوقعه ولم يوافق عليه ولم توافق لم يوافق عليه وفد الميليشيا، بالتالي كان الاتفاق على مدينة الحديدة على محافظة الحديدة مقتصر على محافظة الحديدة، ومع ذلك لم تلتزم به هذه الميليشيات. يعني الحرب التي كانت في المناطق الأخرى هي كانت الحرب الطبيعية المستمرة، لا دخل لها بعرقلة هذا الاتفاق. ثانيا أقول بأن الشرعية هي من تملك الحل والحزم، عبد ربه منصور هو يستطيع بكلمة واحدة أن يوجه العمليات بإعادة الحرب وبإعادة استكمال تحرير مدينة الحديدة، هو الذي كان وجه العمليات بإيقافها، وهو الآن يهدد أو يوضح للمجتمع الدولي بأن عليهم تنفيذ اتفاق ستوكهولم أو أن ستعود العمليات العسكرية لاستكمال تحرير مدينة الحديدة، والقوات هناك والشباب هناك على أتم الاستعداد. أؤكد بأن هذه فرصة أخيرة لهذه الميليشيات، لن تحصل على أكثر من هذا. هذا الاتفاق أعطاها مميزات لكن كبيرة. لكن السؤال هنا سيد سرور، هل فعلا قرار الحرب والسلم بيد الشرعية؟ أخي الكريم، نحن في تحالف لا ننكر، نحن ضمن تحالف كبير بقيادة السعودية، بقيادة بوجود الإمارات، بوجود السودان، وهو تحالف معلن، وبالتالي الأمر فيه تشاور، هناك كثير من الضغوط الدولية لا ننكر هذا، هناك مرحلة ضعف نعيشها لا ننكر هذا، لكن بالأخير القرار بيد الشرعية، القرار بيد أبناء المقاومة، بيد القوات العمالقة والقوات المشتركة المرابطة على تخوم مدينة الحديدة. طيب في هذا السياق سيد النعمان، يطرح كثيرون أن الاتفاق هو كان أهم إنجاز يحقق المجتمع الدولي على طريق إحلال السلام، فشل هذا الاتفاق سيعني إبقاء الأزمة هذا إن لم تتدهور بشكل أكبر، هذا يعني أن الحوثيين سيتحملون مسؤولية أكبر في نهاية المطاف، خاصة وأن شاهدت تصاعد الحدة ضد الحوثيين، حدة الخطاب أقصد، سواء من برنامج الغذاء العالمي، سواء من الجهات السياسية أيضا التي تلوم الحوثيين على الخروقات في الحديدة، كيف يمكن لهذه الجماعة أن تتعامل مع هكذا ضغوط؟ يا صديقي العزيز، الحوثيين حققوا أكبر إنجاز في تاريخهم، إنهم انتزعوا أولا اعتراف عالمي فيهم في مفاوضات السويد، وأصبحوا طرف رئيسي في العملية السياسية الدائرة في اليمن، وبالتالي اليوم الحوثيين هي القوة الذي ربما يذهب إليها المجتمع الدولي للتفاوض معها بما يتعلق بعملية السلام في اليمن. الشرعية بما سمى بحكومة الشرعية لا تمتلك أي شيء، وهي حكومة ورئاسة لا تمتلك قرارها السياسي والسيادي بما يتعلق بالسلم والحرب في اليمن، وقد شاهدنا والآن الحوارات الدائرة هي تجري ما بين الحوثيين والمبعوث الأممي والسعودية والإمارات، في المقابل تغيب حكومة ما يسمى بالشرعية. إذا كان الرئيس اليمني
بكامله عبد الرب منصور هذه لا يستطيع أن يهبط بطائرته في مطار عدن، كيف بالله تطلب أنت من مجتمع دولي أن يعترف به وهو لا يستطيع أن يعود إلى مناطق يقال في الخطاب الإعلامي بأنها محررة، ولكن نحن في نظرنا بأن هذه المناطق هي محتلة من قبل القوات الإماراتية والقوات السعودية. وعلى أخي في المقاومة التهامية أن يدرك جيدا أن الجنوب محتل، وأنه تهامة أيضا، وأن سيناريو احتلال الجنوب سيتكرر في منطقة الحديدة. وعليك أن تستفيد من تجربتنا نحن في محافظات الجنوب. اليوم نحن نقع تحت سلطات الأمر الواقع، هي القوات الإماراتية ولواء العمالقة من الدواعش ومن العايدين من قبائل القتال في سوريا والعراق وأدلب. اليوم نحن أمام إشكالية كبيرة جدا، اليوم انتشار الاغتيالات الفوضى. اليوم يجب علينا أن نتكافى جميعا من أجل السلام في اليمن، من أجل عودة الأمر والاطمئنان في اليمن. صدقنا يا طارق، لا المقاومة التهامية ولا اللواء العمالقة ولا أي قوة تستطيع أن تفرض أي شيء على الأرض دون أن يكون للطرف الإقليمي، للاعب الدولي، لدول تقاطع المصالح الاستراتيجية في باب المندب وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر دور في عملية السلام، في عملية السلم والحرب في اليمن. وأنت يجب أن تدرك ذلك. اليوم علينا أن نبتعد عن الخطابات الثورية، الخطابات الأخرى، ونتجه إلى خطاب العقل، ونخاطب المجتمع الدولي بأنه كفى قتل، كفى دمار في اليمن. اليوم يجب أن نعمل كلنا بمختلف توجهاتنا السياسية واليمنية لفتح باب من الحوار. طيب دعني أنقل هذه النقاط، دعنا نسمع رد الأستاذ طارق سرور عليها. تفضل أخي الأستاذ. أخي الكريم محمد النعماني، نحن نؤكد بأننا مع الحوار وبأننا مع السلام وبأننا دعاة للحوار ودعاة للسلمية. من يا أخي الكريم الذي انقض على مخرجات مؤتمر الحوار؟ من الذي انقض على الحكومة الشرعية؟ من الذي أتى من كهوف مران وانقض على المعسكرات؟ من الذي أتى من كهوف مران ووصل إلى الحديدة وإلى عدن وإلى صنعاء وإلى تعز؟ من الذي عمل كل هذا؟ نحن صرنا متضررين ومشردين وخارجين عن مدننا وعن مناطقنا، الآن نستجمع قوانا لنعود إلى مناطقنا. أخي الكريم عليك أن تطمئن على تهامة بأنها ستكون بخير، فقط يجب أن تنصح من تمثلهم بالميليشيات بأن يخرجوا ويغادروا مدينة الحديدة ويخرجوا ويغادروا محافظة الحديدة، وسنكون بإذن الله تعالى بخير وبعافية. طيب إذا ما فشل الاتفاق سياسيا مدنيتها وسلميتها، ما الذي سيعنيه ذلك سيد سرور؟ لم أسمع أخي الكريم. إذا فشل اتفاق ستوكهولم، اتفاق الحديدة، ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة للحديدة، بالنسبة للقوات؟ يعني عودة استكمال العمليات العسكرية لتحرير المحافظة والمدينة لا شك، وهذا هو الخيار الأخير، وهذا هذه الفرصة الكبيرة كما ذكر الأخ محمد النعماني بأنه لن يتم إلا بموافقة المجتمع الدولي والإقليمي. أنا أؤكد على هذا الكلام، وأؤكد بأن المجتمع الإقليمي والدولي أعطى لهذه الميليشيات فرصة كبيرة جدا بهذا الاتفاق، لكنها للأسف الشديد وبغبائها المعهود لم تستفيد منها، وبالتالي ستعود إلى الصفر وستعامل كميليشيات. الآن يقول هو بأن المجتمع الدولي يتعامل معهم، من يتعامل مع هذه الميليشيات يا أخي الكريم؟ بالأمس وفد الاتحاد الأوروبي وفي عدن بالأمس، والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تقول بأنها ستفتح حساباتها في البنك المركزي في عدن. كل المؤشرات وكل التعاملات الدولية يتم التعامل مع الحكومة الشرعية. الأمس تعود شركة تليمن إلى عدن البنك المركزي. كل الأمور سيتم محاولة محاصرة هذه الميليشيات اقتصاديا وعسكريا حتى إنهائها بإذن الله تعالى وإنهاء شرها على اليمن بشكل كامل. أشكرك إذن أستاذ طارق سرور الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن، وكذا الشكر موصول لك الكاتب أستاذ محمد النعماني، كنت معنا عبر السكايب من بريطانيا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.